يا هلا وسهلا بكيفك يا حبيبتي. انا كثير متحمسه. تسلمي. والمنظر رائع. حلو. ايوه هذا كله بنلبسه انا وانت عقب. اخاف انت تلبسي ما في بنلبس. النص بالنص مريم. لا هي شوي انا شوي. الحين نعرش على ذهبنا هذا يعني ما كل الذهب مال اول يعني انا جبت بعض منه في اشياء وايد يعني ذهبنا الامارات يعني في عده اشياء يعني لكن مثلا الحين هذه نسميها المريه هاي مريه مثلا الحين هذه يعني الاول كانت يسموها مريات مريه ابو الحروف مريه ابو البصر يعني هذا الحين مثل الحين هذه الجدد فيه انا ما هذه ايده مريم مش الاصلي هذا 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 شفتي هذه يسموها مينا زين المينا يعني مثل خاتم مينا هاي صح يقول خاتم نفس الشكل هي. كم احلى الالوان ليش مريم يسموها مريم بالحروف بالحروف لانه فيها تعرفي ليش بالحرف لانه ليش؟ فيها دوائر كذا هذه هي القديمه مريم الاصليه مال الاولين مثل البسر بعد فيها شفتي بسر النخله بعد فيها هذا شناف يسموه هذه هي تحت شناف وهي الخاتم شناف. مريم نفس الشكل الخاتم هي مثلا انا جايبه من متطور هذا الخاتم هذا اسمه الشاهد الشاهد بس هذاك بلبى اكثر هذا الشاهد عادي احنا بالاولين ما عندهم يعني طقمه هذا مع هذا اي عادي عادي يعني اي هذا اسمه الشاهد الشاهد يلبس هنا اكيد الشهاده اكثر شيء تلبسها العروس صح لا 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 حتى يعني عادي في المناسبات يعني في المناسبات الحريم تلبس هذا الحين طوروا فيه شفتي سووه الاول ما كان كذا نفس الوان هذا نفس الالوان هي. نفس الالوان مريم بس الشكل غير مو بنفس الشيء لا لا هي. يعني نفس ما قلتي ما لازم تكون نفس الشكل لا 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 الاولين ما يلبسوا نفس الشيء هي. وهذا يلبسوه بالوسط هنا يلبسوه ليش معنى؟ هي. ما يلبسوا لا هنا ولا هنا ولا هنا بالوسط ليش بالوسط هذا؟ هكذا هم الاوليين كيف بدوا افكارتهم ما اعرف واحنا تعلمنا منه خلاص هذا انا بطلع فيه اي حلو طلع قياسه تستاهلي 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 واول هذا الساده اختوم الساده هذه يعني ما فيها شيء هذا حلو هذا هلا موضه هذا رجع موضه هي صح زين هي هي دائما الاشياء الجديده يعني تشوفينها ترجع الشيء. موضه نفس الشيء شوفي هذا شو مسواه يعني مريم خذيها انا اشيلها وياي واحنا طالعين البسها لك في المطبخ عاد هذه هي في الاحمر في هذا نفس الشيء هذه الشواهد هذه هذا الخرز الزرقاء هي طب جربي مريم انت تقولي شواهد هذول كلهم يعني يلبسون هني بس لهنا لهنا بس عادي تلبسيها بالصبع هذا زين عادي هنا حتى عادي لا مريم جايبه قياس صغير عشان ما نلبسه على قياس لا حتى انا لبس لبسي عادي لكن الشاهد هو هنا والشاهد لا اله الا الله هي هي هي. هو هنا يلبس ادري هي هني وقلتي والثانيين يلبسونهم في النص هي في مسميات بس انا الصراحه بعمان ما متذكره اسامي مسميات للخواتم كامل هي هي هذا مريم قبل كان لون الذهب بس شيء هاللون اللون الاصفر في اللي فيه لون ساده ذهب ساده اللي هو كيف هذا مثل المريه هذه ابو الحروف هذه اللي فيها النقط وفيها الاشياء اللي فيها الالوان الثانيه مثل الاحمر والاخضر هي المراره هذه ابو الحروف تجيك اشكال يعني يعني عده اشياء يعني انا جيت بي وحده عندي ابو في كبار اصلا مريم انا عندي وحده مريه وفيها كلها يعني وايد حلوه مزخرفه يعني مثل يعني هي والخاتم الازرق هذا كله عندك اللي هذا 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 اي نفس الشيء نفس الشيء وعندي ابيض مرتعشه هذه الحين مرتعشه عندي وحده بيضه انا صراحه وايد احب المرتعشه بس هاي كانوا يلبسوها مريم بس فيها شغاب بالمناسبات للعرايس لين هذا يعني في مناسبات عندي انا عندي يعني مش يوم على يوم انه لا لا لا, 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 لا هي بس بالمناسبه في البيت يعني قال هذه لاي مش ذهب خفيف يلبسوا الخاتم يلبسوا الحيل في البيت يعني عادي لكن مثل هذه في المناسبات انا عندي وحده بيضه بعد نفس هذه دوش زينه لبسها شفت بس هاي مع الخاتم هاي المرتعشه اي بس فيها الوان نفس المريه الاخضر والمرتعشه والاحمر يعني احجام عرفتي كل وحده وحسب شو تحب تلبس يعني كل وحده وذوقها الحين في هالايام احنا صرنا نلبسها في المناسبات التراثيه في اليوم الوطني يعني دائما البنات يحبون يلبسون هالاشياء مع الاخوار مع الثوب مع لبسنا الاماراتي التراثي تشوفين كيف يعني خاصه تلبسينه مع ثوب مع اخوار وايد يطلع حلو مريم بعد عارفيها على باجي الذهب لا هالشغب شو يسمونه هذا الحين هاي اول اسمه حيل ابو الشوك
الشوك. هي مفهومة. لأن في نفس الأشواك. لبسي زين. أيوة بتجربي. أحي مشكلة تعرفين عندي مشكلة ويا القفل. بس أنا بحاول أسكره لك عادي إذا بعدين. لا بس إذا سكر لازم تعرفي تفتحيه. بخلي مريم تبطلع عاد عقب. صح. مريم كيف يسكروه؟ يا هي وهقف. شوفي اعتبري نفسك جربتي. اعتبري نفسك ما رايمة ما يستوي والله ما يدخل ما شو أسوي. لا حلو حلو هذا حلو وهذا كمان صاير موضة. هاي انت دائما انت اللي تلبسين انت هذا ما انا شو اسوي بس هاي هلا رجع الحين يرجع وبشكال بعد موجود اشكال والوان بس قبل يعني هو لانه ذهب القديم الذهب مال اول مال الزمن الجميل الحين اسمه قلت لك يشترون البنات والحريم وخاصه الحريم الكبار والبنات الصغار يخلونه حق المناسبات شو مناسبه وطنيه عندنا نلبسها مع اللبس التراثي وهذا السويره يسموها الحين احنا نقول ملتفت ملتفت لانه بتلتفت عليه ملتفت المال اللي ده بس شيء منها شيء منها نوع مينا اسمها مينا يعني, يعني؟ مسواه في مثل كذا يعني ها يسموها المينا يعني في اشياء ملونه بس احس شكلها الاول غير صح مريم ولا نفس الشكل لا في الحين يعني في مينا وفي ساده يعني في مينا اللي هو في مثل الده الازرق وهذا فيه وفي ساده وهذا عاد براوش هذا صد صوبي شو اسمه مريم؟ صد صوبي يعني انت لا تصدي منه ولا منه بس صدي علي عينيني وبس صد صوبي ها هي الصراحه وايد حلو صد صوبي ها قيسي بعد هذا طقم اي مع انا معاه هذه ماله مع الشغاب انا طلع عروس اليوم الله وايد حلو صراحه مريم هذه بعد ماذا ها اوكي الطقم كامل اي